وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن مسألة من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، يقولون هل هو كفر أصغر أو كفر أكبر؟ وأشكل عليهم ما ذكره المحقق لهذا الكتاب من أنه كفر أصغر استدلا ببعض الآثار. يطلق كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فسرته أصغر سهلت هذا على الناس يتساهلوا. الرسول ما فصل في هذا، لقد كفر بما أنزل على محمد. نعم.